جدا انا عيوطه قوي. اي حاجه بتعيطني، فيلم بقى، حقيقه، طفل، اي حاجه بتعيط، لا انا عيوطي جدا جدا يعني. اهلا، واضح. انا عمرو عبد. معلش بقى نركز عشان ما نوجعش قلوب الناس على الفاضي. بص يا ستي، القلب الازرق ده معناه انا مرتبطه فمش هينفع. اغرب موقف حصل لي مع معجب او من المعجبين، هو ما كانش معجب قوي، هي كانت في بنت شافتني، كنا في سينما وانا واصحابي يعني، وشافتني فجت ندهت عليا عشان تتصور وكده، كانت مبسوطه يعني الحمد لله. وبعدين خطيبها قعد يتفرج عليها كده شويه، وبعدين قام مزعلها قدامي وسايب للسينما ومشي، وقعدت تجري وراه، قعدت تعيط. اغرب موقف حصل لي في تصوير، كنا بنصور صوت وصوره نجمة حنان مطاوع، وبعدين احنا كنا بنصور انا وصدقي صخر، والكاميرا محطوطه اسمها حاجه اسمها حطه، الكاميرا بتبقى ملزوقه على العربيه من قدام كده، وبنصور بيها في شوارع مصر الجديده، وبتبقى في عربيه قدامنا احنا بنمشي وراها عشان توسع لنا، تهنا من بعض، ففضلنا ماشيين في مصر الجديده بالكاميرا، احنا مش عارفين البيس فين اللي نرجع له التصوير، وهم مش لاقيين وعمالين ندور على بعض، وانا مش شايف اصلا قدامي اي حاجه من الكاميرا يعني. لو اغير حاجه في حياتي ارجع بالزمن واغيرها، يعني الحمد لله، برضه مش عايز ارد ردود كليشيه، بس الحمد لله انا حياتي كل اللي انا بحاول اعمله ربنا بيكرمني وبسعى فيه، فدراستي بحبها، مفيش حاجه تانية كان نفسي اعملها اكتر من كده، شغلي اللي انا بسعى في ناس لو رجع بيا الزمن احب ان انا ما اتقابلش معاهم واتعرف عليهم ونقرب من بعض كده. سهل اعيط جدا، انا بعيط بسهوله جدا، اي حاجه بتعيطني، فيلم بقى، حقيقه، طفل، اي حاجه بتعيط، لا انا عيوطي جدا جدا يعني. اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي، يعني حاجات كلها علاقه، ما تعتبرش مجنونه قوي، دايما بسافر لوحدي، السفر مش بحضر بلان، بس احب اسافر لوحدي شنطتي كده، وبروح اي اماكن وبروح اي، ففي مره في امريكا كنت دخلت هارلم في نيويورك، ده الحي ده معروف جدا ان هو طول عمره كان معدل الجريمه عالي جدا، ودراجز بقى، وانا دخلت وكان في اشكال غريبه كده يعني، والمكان شكله مرعب شويه، وبعد كده بعد ما خرجت وروحت عرفت ان ده كان هارلم يعني. شكرا جدا، واضح، اتبسطت جدا معاكم.